المباراة كانت مناسبة للطاقم الفني للوقوف على مدى جاهزية التشكيلة الأولمبية بالتحاق اللاعبين المحترفين كشلالي وسعيد وعبيد الغائبين مؤخرا عن دورة شمال إفريقيا بالمغرب. منتخب جنوب إفريقيا أظهر إمكانيات لا بأس بها، خاصة وأنه اعتمد على تنويع اللعب مع الانتشار والتنظيم الجيدين فوق أرضية الميدان. خطورة والهجوم الجزائري لم تظهر خلال الشوط الأول ما عدا بعض المحاولات المحتشمة من قبل زملاء سعيود الذين اعتمدوا على المحاولات الفردية والاحتفاظ بالكرة أكثر، مما سمح للهجوم الجنوب إفريقي بخلق فرص عديدة عند نهاية الشوط الأول. وبعد التغييرات في المرحلة الثانية التي قام بها المدرب أيجودي جاءت الفرص والأهداف وحضرت الفعالية بالتوغل على الأطراف، فسجل الشلالي محمد الهدف الأول في الدقيقة 23. والبديل بونجا في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع أضاف الهدف الثاني الذي انتهى عليه اللقاء وسط تنظيم جيد في انتظار الخرجة الثانية بين المنتخبين الثلاثاء القادم بملعب مصطفى تشاكر.